ليش؟ لأن احنا بنحاول نشوف النقطة اللي تؤثر محصلة القوة تكون تؤثر تساوي صفر في هذا الحال، كما يعني لو وضعناها في وضع الاتزان في مجال الجاذبية الأرضية راح يكون عندي في هذا الحال في موقع اتزان. معنى هذا الكلام محصلة القوة قوة الجاذبية الأرضية على هذه النقطة لو علقناها من النقطة هذه راح تكون ايش؟ في وضع اتزان. وقلنا ايش المثال؟ علاقة الملابس العادية مثلا أو الحلقة أو العقال، وين مركز الثقل راح يكون عندي في هذا الحالة؟ في منطقة في الفراغ خارج، يعني لا تكون يعني لا زالت في حدود الجسم نفسه. في حدود داخل حدود، صحيح. يعني أنا أعتقد أنه ما يعقل أنها تكون نقطة خارجية عن الجسم بعيدة عنه، هي حدوده. في عنا الآن راح نتطرق لها بعد شوي اللي هي قاعدة الارتكاز، كويس. خلال قاعدة الارتكاز لابد أن يكون موجود في حدود قاعدة الارتكاز وليس في حدود الجسم نفسه. يعني قاعدة الارتكاز قد تكون أكبر من مساحة الجسم، يعني المساحة أو مسقط المساحة على الأفقية قد تكون أكبر من حدود الجسم نفسه. يعني إذن النقطة مش بالضرورة تكون نقطة من ضمن الجسم نفسه، يعني قد لا يكون فيها كتلة من كتل الجسم. الشكل الهندسي والطريقة الهندسية في تحديد مثلا مركز الثقل للأجسام المتناظرة وما إلى ذلك. طيب مركز ثقل الإنسان مثلا في وضعيات مختلفة لاحظوا أنه قد يتحرك، لأن يعني جسم الإنسان مع حركة اليدين وحركة الأجزاء المختلفة لجسم الإنسان مركز الثقل قد لا يكون ثابت في موقع واحد، صحيح؟ قد لا يكون ثابت لأنه حسب مثلا امتداد الجسم، حسب الشكل الخارجي للجسم. فمثلا عندنا في هذه الحالة بالنسبة للإنسان مثلا لاحظ عندي هي في هناك منطقة وحيدة إذا كان الجسم بهالشكل هذا، لكن إذا حرك الشخص مثلا يديه إلى الأعلى مثلا اختلف مركز. فإذا قد يتحرك مركز الثقل، وعندنا وضعيات مختلفة لجسم الإنسان. إذا نقطة للأجسام اللي فيها ليونة مثلا قد يكون عندي مركز الثقل ينتقل أو يتحرك من نقطة إلى أخرى. طيب ما أدري إذا الصورة هذه واضحة عند الدكتور لو سمحت. تفضل. أنت قلت هل مركز الثقل استخدامات، بعدين انقطع بالإجابة بالسؤال. نعرف استخدامات. طيب نقول استخدامات مركز الثقل في السلايد هذه احنا في مثال اخذناه قلنا في حال تحطم الطائرات، اذا كانت الطائره مثلا تسير على ارتفاع معين بمسار معين وحصل حادث مثلا وتحطمت الطائره، المعروف انهم دائما يبحثوا عن الجسم الاسود هذا والصندوق الاسود، الصندوق الاسود على اساس انه في كل الريكورد كل للطائره. فكيف يتم تحديد موقع الصندوق الاسود في هذه الحاله؟ بحاول نشوف وين مركز ثقل الطائرة. طبعا في برامج على الكمبيوتر تحسب بدقة وين موقع مركز ثقل الطائرة ويشوف المسار لهذا المركز. الآن بعد نقطة الانفجار حتى لو تحركت الأجسام الطائرة مثلا في مناطق مختلفة إلا أنه مركز الثقل راح يبقى يسير في نفس الاتجاه في نفس المسار على نفس المسار. فإذا تمكنوا مثلا من تحديد مثلا قطع من الطائرة أو حطام الطائرة وين وقع في مناطق مختلفة، من حساب مركز الثقل موقع مركز الثقل أو المتوقع وين يكون بيستطيعوا أنهم يستدلوا على مواقع الأجزاء المختلفة، وبالتالي بحاولوا يبحثوا في المنطقة اللي يحتمل وجود إيش الجسم الأسود فيها. فبدل مثلا يكونوا يبحثوا في مساحة مثلا 200 كيلومتر مربع بحصروا المساحة مثلا في خلال مثلا 3-4-5 كيلومتر مربع، بصير عندنا في هذا الحال البحث عن الأجسام المفقودة أو الأجزاء المفقودة أيسر بكثير مما يبحث في كافة المنطقة اللي حصل فيها الانفجار أو التفجير. طيب في عندنا صورة الآن ما أدري إذا كانت واضحة عندكم، مش واضحة كثير. هو الصورة عبارة عن شاحنة طويلة شوي هذا وتسير في هذا المسار بالشارع وبتدور بدأت بالدوران إلا أنها انقلبت
فجزء منها وقع في البحر في هذه الحالة. فالسؤال بيقول أين الخلل أو إيش اللي صار؟ شو تتوقع اللي صار أو شو السبب اللي؟ أيوة أيوة. إذا عندنا في هذه الحالة لاحظوا عندي السيارة إذا كانت واقفة فعندنا قاعدة الارتكاز اللي هي تمثل العجلات على الأرض نقاط التقاءها مع الأرض. لو رسمنا مثلا مستطيل في هذه الحالة فهذه قاعدة الارتكاز. مثلا إذا كنت أنا واقف قاعدة الارتكاز هي مساحة الأقدام الملامسة لإيش؟ للأرض. لو وقفت على رجل واحدة لازم أميل جسدي إلى بحيث إيش؟ إنه مركز الثقل لما نمده على استقامته على الأرض لابد لا يوقع في داخل إيش؟ قاعدة الارتكاز. صحيح؟ لو حصل إنه مركز الثقل وقع تواجد خارج مركز قاعدة الارتكاز بصير في هذه الحالة إيش؟ الشخص ممكن يطيح عندي في هذه الحالة. فاللي صار عندي في هذه الحالة إنه مركز أثناء الدوران مالت السيارة. تفضل. بعدين انقلبت. اي مركز الثقل. صحيح. اي بالضبط. ايوه. فاللي صار عندي في هذه الحالة ايش؟ المركز الثقل للجسمين خرج ايش؟ مركز ال قاعدة الارتكاز وطاحت عندنا في هذا. اذا بتذكروا في عندنا في خاصة في البساط هذه اللي لها طابقين. كويس. البساط اللي لها طابقين هذه سرعتها محدودة السرعة خاصة عند الدوران وما إلى ذلك. يعني تصمم بحيث أنه ما تتجاوز السرعة حد معين. ليش؟ لأنه كل ما ارتفعت السيارة أو الجسم إلى الأعلى يرتفع مركز الثقل إلى الأعلى. فعند الدوران بصير أن الدوران خطير جدا في هذه الحالة لأنه مع الدوران الجسم يبدأ بالميلان. صحيح. فيقع مركز الثقل يقع خارج قاعدة الارتكاز. ففي هذا الحال راح يصير عندي عزم دوران راح نجي لها إن شاء الله بالعزوم وراح يسبب انقلاب في هذا الحالة للشاحنة أو الباص أو ما إلى ذلك. طيب إذا لابد من أنه مركز الثقل يكون عندي في قاعدة الارتكاز. طيب مركز الثقل لمجموعة من الجسيمات مثلا ما هذه الصورة. السؤال عندي الآن في عندي مثلا نفرض أنه عدة أجسام جسم الأول والثاني والثالث ووضعناهم على الإحداث السيني. الصورة مش واضحة هنا في موجود عندكم في الملاحظات. طيب صفحة 4 في صفحة 4 أن إذا كان لدينا مجموعة من الجسيمات لكل منها إحداثيات X و Y فبنحاول نشوف إيش وين موقع مركز الثقل في هذه الحالة. مركز الثقل يعرف أو يوضع راح نجي إن شاء الله من حيث العزوم. في عندنا إحداثيات مدام عندي الـ X والـ Y أو الإحداثيات السينية والصادية يعرف على أساس أنه إيش يساوي مجموع مضروب الكتل في الإحداث السيني على تقسيم على الكتلة الكلية حيث كابيتال M أو الM الكبيرة هذه شو تمثلنا؟ تمثل مجموع الكتل زي ما معطينا إياه في السؤال هذا في الملاحظة أن كل كتلة لها MI M1 M2 M3 M4 إلى آخره وكل جسم من هذه الأجسام له إحداثيات إحداثيات السينية والصادية. صحيح. إذن الإحداث السيني لمركز الثقل شو يساوي؟ نضرب الكتلة في الإحداث السيني لها يعني M1 في X1 زائد M2 في X2 M3 X3 وهكذا ونقسم المجموع على مجموع الكتل على مجموع الكتل. ليش؟ لأنه في هذه الحالة أنا بدي النسبة يعني بمعنى آخر نسبة إحداثي السيني لكل كتلة على الكتل الكلية على مجموع الكتل. ونكرر نفس الكلام في حالة إيش؟ الإحداثي الصادي
وأحداث الزين في هذه الحالة. طيب مثال على هذا الكلام زي ما اتفقنا أمس وقبل أمس أنه لابد أن نبدأ بمثال بسيط، مثال سهل. عندي ثلاث أجسام الآن، M1 وM2 وM3. M1 وM2 موجودين على إحداث السيني، وكتلة M1 تساوي كتلة 2 وتساوي 1 كيلوغرام، تساوي إيش؟ 1 كيلوغرام. إذن بينما كتلة M3 موجودة وين عندي؟ على إحداث الصادي، وقيمتها تساوي إيش؟ 2 كيلوغرام. ومعطينا الإحداثيات للسين والصاد، معطينا الإحداثيات السيني والصادي في هذه الحالة. ما أدري واضح عندكم في الملاحظات؟ في المذكرة واضح بالصف. طيب إذن إحداث السيني لمركز الثقل شو بيساوي؟ M1 في X1 زائد M2 في X2 زائد M3 في X3. كويس؟ ونفس الكلام كرروا على صاد. M1 في Y1، M2 في Y2، M3 في Y3. لاحظوا أن بالنسبة للإحداث الصادي في للجسم الأول والثاني شو يساوي عندي في هذه الحالة؟ صفر. الإحداث السيني للجسم الثالث شو يساوي؟ صفر. إذا راح لما نحسب نقوم بعملية الحساب راح نلاحظ إنه الإحداث السيني لمركز الثقل يقع عند النقطة هذه، والإحداث الصادي يقع عند النقطة هذه. لاحظوا عندي هذه الكتلة 2 كيلوغرام M3 صحيح؟ وM1 زائد M2 أيضا تساوي كم؟ 2 كيلوغرام. 2 كيلوغرام وهذه 2 كيلوغرام، إذا الإحداث الصادي راح يكون في نصف المسافة صحيح؟ مظبوط؟ بينهم بالضبط، بين 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 الإحداث السيني هذا اللي هو صفر والإحداثي عند نقطة عند 2. دكتور لو سمحت تفضل. بالنسبة للإحداث السيني المركز، معلش لو ترفع الصوت بالله الصوت. الإحداث السيني المركز الكتل اللي هو X يساوي 1 على M، أجمع كل الكتل الثلاثة ولا فقط الكتل اللي واقع على المحور السيني؟ لا كل الثلاث، مجموع الكتل الكلية يعني. يعني حيصير 1 على 3 في المجموع اللي هي 1 في 1 زائد 2 في 1 زي كذا. نأخذ الكتلة الأولى، شو راح يصير بالنسبة للإحداث السيني؟ يساوي 1 كيلوغرام ضرب 1 زائد 1 ضرب إيش؟ 1 ضرب 2 على 3 تقسيم إيش؟ 3 لا مو 3 4 4 بالضبط. M1 كيلوغرام زائد 1 زائد 2 4. أيوه. ونفس الشيء بالنسبة للواي، لاحظ أن الجسم الثالث الإحداث السيني له صفر صحيح؟ أيوه. إذن M3 ضرب صفر فما راح يعطينا أي قيمة صحيح؟ أيوه. هذا بالنسبة للإحداث السيني. بالنسبة للإحداث الصادي الآن نفس الكلام كرر، M1 ضرب صفر زائد M2 ضرب صفر لأن الإحداث الصادي يساوي صفر زائد إيش؟ M3 ضرب إيش؟ 2. يعني 2 ضرب 2 تقسيم إيش؟ تقسيم 4، المجموع الكلي 4. فإذا حصلنا على إحداثيين، إحداث السيني والصادي في هذه الحالة للمجموع الكتل، مجموع الكتل الثلاث اللي عندي. طيب هذه بتصور شوي راح يكون